إلا الجميلة، هاشتاج بدأ على تويتر وشهد تفاعلا كبيرا. الهاشتاج جاء على خلفية أنباء عن تفريغ المباني العتيقة لجامعة الخرطوم وتوثيق مواجهات اندلعت بين طلاب الجامعة والشرطة. إدارة جامعة الخرطوم أصدرت بيانا نفت فيه نقل الكليات من موقعها إلى ضاحية سوبا، إلا أن وزير السياحة محمد أبو زيد أكد إخلاء مباني الجامعة في شارع النيل وتحويلها إلى مزارات أثرية أسوى بوزارة المالية والقصر الجمهوري، وهو ما يرفضه طلاب الجامعة وأكاديميون جمعوا تواقيع للحيلولة دون التصرف في مباني الجامعة. جامعة الخرطوم أو الجميلة كما يحب أبناء السودان تلقيبها من أوائل الجامعات في إفريقيا والشرق الأوسط، ويمتد عمرها إلى نحو 114 سنة.